جهود كبيرة تبذلها الدولة لتوفير الحياة الكريمة لأهالي قرى الريف المصرية، ويسهم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تقديم الدعم والتعاون المستمر لتحويل أهالي القرى من مستهلكين إلى منتجين. جهود كبيرة تبذلها الدولة من أجل توفير الحياة الكريمة لأهالي قرى الريف، وهو ما تبلور جليا في جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تقديم الدعم والتعاون المستمر. فمحافظة الغربية كانت على موعد لتلمس تلك الجهود من خلال دعم مواطنيها وتحويلهم من مستهلكين إلى منتجين، من خلال توفير فرص عمل لهم لإخراجهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج، حيث سلم التحالف الوطني عددا من مواطني المحافظة 71 قرضا حسنا لصالح المشروعات متناهية الصغر لتبلغ قيمة القرض الواحد 30,000 جنيه، كما تم تسليم 22 مشروع كشك بتكلفة تصل إلى 40,000 جنيه للكشك الواحد. هذا الدعم الذي يأتي من خلال التعاون بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأرمان تحت مظلة التحالف الوطني، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتماشيا مع بروتوكول التعاون الذي جرى توقيعه بهدف تنسيق وتوحيد الجهود بين كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. إن شاء الله من خلال بروتوكول التعاون المثمر بين جمعية الأرمان ومؤسسة حياة كريمة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، النهاردة جمعية الأرمان مع مؤسسة حياة كريمة بتقدم 71 قرض. القرض ده عبارة عن 30,000 جنيه على مرحلتين، المرحلة الأولى بتتسدد بدون فوائد، المرحلة الثانية بتتسدد بدون مقابل خالص، يعني بتبقى مجانية. احنا النهاردة موجودين في محافظة الغربية ضمن أحد مبادرات مؤسسة حياة كريمة، مبادرات التمكين الاقتصادي اللي بنقدمها لإخواتنا وأهلينا في محافظة الغربية. النهاردة كنا بنستهدف توزيع عدد 92 مشروع، 71 مشروع تنموي و 21 أكشاك. طبقنا كل المعايير طبقا لتحديد الحالات الفئات المستهدفة الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا. طبعا مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ولا تتعمل تحت مظلة التحالف الوطني للعمل التنموي، كلنا بنعمل من أجل أن احنا نحقق التمكين الاقتصادي لكل أفراد المجتمع، عشان أحول الفرد عندي من شخص هو شخص دايما محتاج بحوله إلى شخص منتج. حياة كريمة اديتني كشك عشان انا كنت عاجز، عندي قلب تعبان، فاديتني كشك واديتني فلوس في البضاعه. ادوني كشك حضرتك وادوني 10,000 جنيه عليه عشان اجيب البضاعه، وكل شهر بدفع 500 جنيه. ليواصل التحالف مع كياناته المنبثقه عنه في تقديم الدعم والتعاون المستمر مع جهود الدوله من اجل توفير الحياه الكريمه لاهالي قرى الريف والمناطق الاكثر احتياجا، ليصبح الحد من الاثار السلبيه للوضع الاقتصادي، ودعم التمكين الاقتصادي للفئات الاكثر احتياجا والاولى بالرعايه هما الهدفان اللذان تضعهما كيانات التحالف دوما نصب عينيها.